الأهلي الجادة والهامة للإطمئنان على نجومه الجاهزين والعائدين من الإصابة، وأيضا للحفاظ على اللياقة البدنية والفنية قبل اللقاء الهام والمرتقب ولقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الحالي. والمباراة بننقلها لحضراتكم من استاد التتش بالجزيرة، استاد الشياطين الحمر. فنتمنى أن نستمتع معا بمباراة مثيرة وممتعة إن شاء الله مع مخرجنا طبعا محمد بيومي ومخرجنا محمد الدكروري، واللقاء منقول على الهواء مباشرة على قناة النادي الأهلي. تمنياتي بالتوفيق لنجومنا النادي الأهلي وقبل اللقاء المرتقب زي ما قلت لحضراتكم، وأيضا بالضيف اللي هو جمهورية شبين في الممتاز بي اللي بيحتل المركز السابع في تجربة قوية. يتمنى لاسارتي المدير الفني الأورجواياني للنادي الأهلي أنه يستمر أداء النادي الأهلي زي ما شفناه، وشفنا نجومنا الكبار في مباراة شبيبة الجزائري وفوز النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وتأهل وتصدر المجموعة في الدور طبعا الثمانية. لقاء هام جدا للنادي الأهلي إن كان ودي ولكنه بيحمل أمال وطموحات والإطمئنان على نجومنا الكبار العائدين من الإصابة. زي طبعا هقول لحضراتكم تشكيل الفريقين الأهلي: علي لطفي لحراسة المرمى، خط الضارب اليمين للشمال أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، وسط الملعب أحمد الشيخ، حسام عاشور، عربي بدر من مواليد 97، على شماله إسلام محارب، وأمامهم صالح جمعة مع وليد أزارو رقم 9 المغربي المحترف في صفوف النادي الأهلي. أيضا جمهورية شبين بيمثلوا حراسة المرمى أحمد المحرات، خط الضارب من اليمين للشمال محمد كيمو، عمرو ثابت، ومحمد فتح الله جمعة، وأحمد ميدو، وأيضا محمد الشامي في وسط الملعب، أحمد مكشة وأحمد الشرقاوي في قلبي خط الوسط، على شمالهم مصطفى زيكو، وأمامهم أيمن سعد هو مهاجم جمهورية شبين. بيحكم لقاء النهاردة حكامنا عاطف حسين أحمد ومحمد صلاح عبد الفتاح وخالد حسام طه، وهيبقى عندنا دي أحداد والد محمد معروف حكمنا الدولي، يعني يتغمدوا الله برحمته إن شاء الله ويدخلوا جناته في طبعا من ساعة يعني جنة الخبر. وتمنياتنا او لاسرته طبعا السلوان ان شاء الله الصبر والسلوان على روح طبعا والد محمد معروف حكمنا الدولي. نعود للقاء من الآن في التجربة القوية زي ما قلت لحضراتكم، في لقاء طبعا لاسارتي وجهاز الفني كابتن محمد يوسف، كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن طارق سليمان، وكابتن سامي قمصان، وفي حالة ترقب للاطمئنان على العائدين من الإصابة زي رامي ربيعة زي ما قلت لحضراتكم، وأيضا زي طبعا حسام عاشور وصالح جمعة نجومنا اللي بقالهم فترة بيتعالجوا طبعا. وتمنياتي اليوم بالتوفيق إن شاء الله، وتمنياتي للبدلاء أيضا، في هبقى أقول لحضراتكم طبعا البدلاء وبدلاء الدكة، يمكن النهاردة أكتر من 10 لاعبين في البدلاء، يعني ممكن الشوط الثاني نشوف يعني فريق آخر للنادي الأهلي. حسام عاشور وضربة البداية، ونحسب مع بعض من الآن 45 دقيقة بالتمام والكمال في لقاء طبعا هام جدا للنادي الأهلي. ادي استلام على طول لرامي ربيعة، رامي يغير اتجاه اللعب على طول لياسر إبراهيم، ياسر لناحية اليمين على طول أحمد فتحي، أيضا نجمنا العائد من الإصابة، تمنياتي ليه بالتوفيق. وإن كان هناك منافسة قوية جدا بينه وبين محمد هاني أيضا اللي ظهر بمظهر جيد في الظهير الأيمن. ادي السلام على طول لحسام عاشور من لمسه واحده احمد الشيخ، والانطلاقه مره ثانيه لازارو، ولكن يتدخل عمرو ثابت وبيطلعها على طول، وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، واول ضربه ركنيه بتنم طبعا في الاعاده زي ما حضراتكم شايفين محاولات الوصول للمرمى، ولكن التدخل لعمرو ثابت وضربه ركنيه هيلعبها على طول من ناحيه اليمين صالح جمعه، صالح يلعب العرضيه ولكن قصيره، وضربه ركنيه مره ثانيه هيلعبها على طول محمد فتحي، فتح الله جمعة، الضربة الركنية الثانية للنادي الأهلي عن طريق صالح جمعة، صالح والضربة الركنية للنادي الأهلي يلعبها على طول على الزاوية البعيدة، ولكن بتعدي وبتصل مرة ثانية على طول لأحد ناشئي أو شباب النادي الأهلي عربي بدر اللي بيدفع بيه لاسارتي النهاردة. استلام على طول مرة ثانية لناحية اليمين ومحاولات، ولكن في فاول، أدي فاول وضربة حرة مباشرة صالح جمعة،
والمهاره بتحكي وتتحاكى بقى على كل لمسه لصالح جمعه. وادي الاماميه الطويله على طول احمد الشيخ، احمد الشيخ احمد، ولكن التدخل في توقيت مناسب وبيحط المدافع رجله في توقيت مناسب جدا وبتصل مره ثانيه لايمن سعد. ادي المهاجم واحمد الشيخ، ولكن ترجع مره ثانيه لصالح جمعه. ضغط من النادي الاهلي من البدايه، البدايه الهجوميه للنادي الاهلي والسيطره على منطقه وسط الملعب ومحاولات الوصول للمرمى وناحيه الشمال، وهيلعب العرضيه والعرضيه ارضيه، ولكن محمود وحيد القادم من المقصه في تجربه جاده جدا لكل لاعب النادي الاهلي النهارده استعدادا للقاء القمه، لان لقاء القمه هيبقى ليه طابع خاص، وخاصه بعد ان فقد الزمالك نقطتين في لقاء القمه مع لما طبعا مع المقاولين من يومين، وأصبح فقد نقطتين في سباق القمة مع النادي الأهلي، وأصبح الفارق نقطتين بين الزمالك والأهلي، الزمالك المتصدر والأهلي في المركز الثاني. وبعد فوقان النادي الأهلي عارف كل لعيبته ونجومه أن هي فرصة ذهبية في لقاء الترقب ولقاء القمة، أن النادي الأهلي لو فاز إن شاء الله في مباراة القمة هيبقى يتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد طبعا تأجيلات كتير بحكم طبعا اللعب في أفريقيا. هذه الأمامية الطويلة توصل مرة تانية على طول ناحية الشمال، والأمامية الطويلة على طول من محاولات وضغط من النادي الأهلي مسيطر تماما، محاولات لجمهورية شبين لإعلان الانفراجة إن هم تهدى الدنيا معاهم في أول 5 دقايق، ولكن لاعبي النادي الأهلي مصممين من البداية، كل لاعب عنده طموحات إنه يشارك في لقاء القمة. خدوا بالكم مباراة النهاردة ليها طابع خاص أيضا عند اللاعبين، مش بس عند الجهاز الفني والجماهير، ولكن عند اللاعبين، سواء العائد من الإصابة، سواء طبعا المتواجد في أرضية الملعب، سواء اللاعب الأساسي اللي بيلعب، يعني كل شيء في النادي الأهلي قابل للتغيير. خدوا بالكم دائما وأبدا. أدي بنشوف العادة مرة تانية، احمد فتحي النجم الدولي العائد على أمامية طويلة وفي العمق، ولكن خبرة رامي ربيعة يستقبل على طول رامي، ولكن على طول رامي تماس لجمهورية شبين. زي ما بقول لحضراتكم كده، كل لاعب في النادي الاهلي ممكن تبقى انت عامل مباراة كويسة جدا المباراة اللي فاتت، وتيجي في المباراة القادمة ما تلعبش، حسب وجهة طبعا الجهاز الفني، ان في طبعا بعض اللاعبين بيبقى وجهة نظرهم ان هو يبقى موجود في المباراة دي، حاجات بقى بتبقى بتاعه الجهاز الفني. عشان كده كل اللعيبه عايزين يظهروا بالمظهر الطيب الكبير، ان هو يقدم نفسه للارسارتي والمنافسه الشريفه المستمره دائما وابدا مع لاعبي النادي الاهلي. تلعب مباراه اكنك لعبت موسم في النادي الاهلي. ادي السلام على طول مره ثانيه، ترجع للخلف على طول احمد المحرات بيلعب بطريقه وادي دجله، ولكن مع النادي الاهلي خد بالك. ادي الاستلام على طول مره ثانيه ناحيه اليمين، احمد الشيخ يلعب على حدود منطقه الجزاء، من لمسه واحده حلوه على الانطلاق، احمد فتحي، وادي اختراقات احمد فتحي، ولكن في توقيت مناسب جدا. ما زال الضغط على طول لمحمد وحيد، ولكن محمود وحيد واطول منه، وبتطلع على طول رامي التماس للنادي الاهلي. عربي بدر، صالح جمعه صانع الالعاب النهارده، يسلم على طول لحسام عاشور العائد الجميل، وقلد الاستلام الجميل لاسلام، ولكن ترجع مره ثانيه في نص الملعب، استلام جيد ولكن فاول على طول من حكم اللقاء عاطف حسين احمد. النادي الاهلي قدم مباراه جميله وممتعه، وكل الناس اتكلمت عليها في المباراه اللي فاتت، ان النادي الاهلي عاد لمستواه العالي، اللي هو طبعا الاطمئنان لجماهير النادي الاهلي للعوده مره ثانيه لتصدر الدوري والدوري ايضا، وايضا للتاهل على طول بجداره لدور الثمانيه لدوري الابطال الافريقي. وشوفوا اهميه المباراه النهارده، لما الكاميرا هتجيب لنا ان شاء الله لاسارتي كده واقف على خط التماس في مباراه وديه، ودي من النوادر. وادي الاختراقات، واختراق على طول احمد فتحي، ولكن ضم على طول مصطفى زيكو الظهير الايسر واحمد ميدو واخطر الكرات للنادي الاهلي. اهميه المباراه، اهميه المباراه باينه تماما. ادي لاسارتي الارجواياني المدير الفني، وادي الاختراق على طول مره ثانيه للنادي الاهلي، ولكن لسه في الملعب، وادي الهجمه في منتهى الخطوره وازاره، ولكن تدخل دفاعي، ثبات دفاعي حتى الان لجمهوريه شبين، حاسين بخطوره لاعبي النادي الاهلي، ولكن الى متى هيصمد دفاع جمهوريه شبين؟ وادي شد ودفع لاحمد الشيخ، ولكن ترجع مره ثانيه العربي. وسط الملعب على طول مره ثانيه، ياسر ابراهيم، ياسر يسلم على طول لرامي ربيعه، لحسام عاشور، حسام لياسر ابراهيم. ياسر اهم شيء على لعيب النادي الاهلي وجهازه الفني السيطره على منطقه نص الملعب، وما تقلقش، وتغيير اتجاه اللعب زي ما شفنا لمحمود وحيد، وعدى محمود بمهاره، ولكن على طول قرب المسافه على طول احمد مغشى وبيطلعها ورمي التماس.
اداء متميز وجاد للاعب النادي الاهلي حتى الان، ينقصه طبعا بدايه الاهداف. ادي مره ثانيه لياسر ابراهيم، ياسر تراجع كل لاعبي جمهوريه شبين ناحيه اليمين لاحمد فتحي، احمد ولكن في فاول، احمد الشيخ تدخل عنيف من احمد ميدو، واحمد الشيخ لازم ياخد باله استلام الكوره. خد بالك لما تستلمها من الحركه احسن ما تستلمها من الثبات، شوف الكوره لما نشوفها استلمها من الثبات، لو استلم من الحركه هيقدر يبعد عن الراجل المدافع المندفع طبعا وعايز يقطع الكوره. للحفاظ على سلامه اللاعب لازم اللاعب يتفادى الاصابه. استلام على طول مره ثانيه اسلام لربيعه، والخبره الدوليه لربيعه، خلص من المكان الزحمه وغير اتجاه اللعب الناحيه العكسيه على طول لياسر ابراهيم. عربي، عربي في نص الملعب على طول، عربي بدر من مواليد 97، عربي ادي الاستلام على طول ناحية اليمين، محاولات لبدايه الهجمه، ياسر احمد فتحي يتوغل ولكن قاطع تمام التمام محمد فتح الله ويقطع كورته ويلعب الاماميه الطويله، ولكن على طول ايمن سعد، ايمن يحاول يوصل ولكن يوصل قبلها ياسر ابراهيم، برافو ياسر. ترجع مره ثانيه لعلي لطفي يسلم رامي ربيعه، رامي استلم على طول مره ثانيه لحسام عاشور، يغير اتجاه اللعب على طول ناحيه اليمين، سيطره تامه للنادي الاهلي على مجريات الامور، يعني حوالي 10 دقائق مضت من زمن واحداث الشوط الاول. اسلام، اسلام محارب يسلم على طول لعربي ولكن بتطول، ترجع مره ثانيه لاحمد المحراد، احمد الاماميه الطويله لايمن سعد مره ثانيه، ايمن مره ثانيه على طول الانطلاقه لاحمد الشيخ، الهجمه للنادي الاهلي هيوسع لنفسه احمد كالمعتاد، ولكن فيها لمسه مش مقصوده امام حكم اللقاء على طول عاطف حسين، ولكن ترجع مره ثانيه على طول لجمهوريه شبين. اخطر الكرات لاحمد الشيخ ولكن اصطدام يعني بلوك اولاني وبلوك ثاني من لاعبي جمهوريه شبين. بنشوفها في العاده مره ثانيه، هذا احمد الشيخ بيحاول يعدي ويوسع لنفسه ولكن بقى بلوك ثاني ولكن لمسه اليد غير مقصوده على الظهير الايسر احمد ميدو. محمود وحيد القادم من المقاصه في يناير للنادي الاهلي، استلام على طول مره ثانيه ازارو هيجرب، وادي التسديده ولكن ضعيفه، عادي ضعيفه في ايدين على طول احمد المحرات. محاولات للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي عايزه تطمئن على كل لاعبي النادي الاهلي، ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي التسديده ولكن الاماميه الطويله، ترجع لعلي لطفي، علي فضل الجهاز الفني حتى الان طبعا اراحه الشناوي، وايضا قابلت شريف اكرامي قبل اللقاء، يعني طبعا لاسارتي بيهمه جدا لقاء القمه اللي قادم والحفاظ على اللياقه الفنيه البدنيه ايضا لعلي لطفي تحسبا لاي شيء بالنسبة للشناوي، بالنسبة لشريف إكرامي، منافسة شريفة بين الثلاث حراس يعني المميزين في النادي الأهلي. محاولات إسلام وعدم ترابط فكري بينه وبين عربي، والناحية العكسية حلوة ولكن أطول من اللازم، ومحاولات واختراق من ناحية الشمال ولكن أطول من اللازم وبتطلع على طول ورمي التماس. مرة ثانية محاولات، هذا الانطلاق على طول ناحية اليمين لأزارو ولكن يرجع على طول الظهير الأيسر أحمد ميدو، وأطول من اللازم ورامي التماس، رامي التماس أحد لاعبي طبعا جمهورية شبين وقع في أرضية الملعب، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. تعادل سلبي حتى الآن حتى الدقيقة 14 من زمن وأحداث الشوط الأول، وتعادل سلبي في اللقاء الودي الهام اللي بيجمع النادي الاهلي وجمهوريه شبين في لقاء زي ما قلت لحضراتكم هام جدا لكل جماهير النادي الاهلي للاطمئنان على اللعيبه، وهام جدا ايضا للجهاز الفني. ادي بنشوف العاده، وادي على طول في العاده افاده، وادي الاصطدام، وادي الراجل مع الاحتكاك كده محمد فتح الله جمعه، اعتقد يعني انكر رجله اتلوى ونتمنى له الشفاء. مباراه هامه جدا زي ما قلت لحضراتكم، ايضا في الممتاز به جمهورية شبين ايضا السابع بالجدول في مباراة النهاردة،
وايضا او في الدوري الممتاز ب. بنشوف العاده مره ثانيه الكره اللي فاتت، وادي امامنا وتعليمات. لو جينا كده على خط التماس هتلاقي لاسارتي، وادي احمد الشيخ ومحاولات التسديد على المرمى، وادي محاولات التسديد، وكان في تعليمات للاسارتي لاصغر اللاعبين سن عربي بدر، وادي لاسارتي وعربي بدر دخل في ارضيه الملعب. زي ما قلت لحضراتكم المباراه الماضيه لجمهوريه شبين في الممتاز بيه كانت امام الترسانه وتعادلوا 1-1، والمباراه القادمه مع الشمس في ملعب الشمس بيحتلوا المركز السابع، لسه باقي لهم 4 مباريات في الدوري. بيكلموا طبعا مديرهم الفني نجم النادي الاهلي كابتن سمير كمونه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله على مهمه طويله، وهو بيتمنى قبل اللقاء لما اتكلمت معاه بيتمنى التوفيق للاعبي ايضا وجماهير النادي الاهلي في لقاء القمه، الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله. عاد الاستلام على طول مره ثانيه، محاولات في وسط الملعب لجمهوريه شبين لناحيه اليمين لمحمد كيمو، بيدور على مساحه محمد، يسلم على طول محمد الشامي في وسط الملعب لايمن سعد من لمسه، ولكن ضغط لاعبي الاهلي، ولكن ترجع مره ثانيه لاحمد الشرقاوي في وسط الملعب. احمد ميدو، احمد الظهير الايسر لجمهوريه شبين، يرجع للخلف على طول لاحمد الشرقاوي، ولكن مقطوعه لصالح جمعه، يحجز على كورته صالح، يلعب على طول جميله لاسلام لصالح لناحيه الشمال، ولكن كان يقدر يعملها لمحمود وحيد، ولكن حسام عاشور يسلم على طول مساحات ضيقه. اسلام، اسلام محارب، رامي تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، رامي تماس هيلعب على طول محمود وحيد، محمود منتظر فرصه، محمود بينتظر، ولكن بقى يعني مع اللياقه الفنيه والبدنيه العاليه لمعلول قصه وحكايه، وخاصه في الناحيه الهجوميه هو صانع البسمه لجماهير النادي الاهلي، وخاصه في مباراه شبيبه الساورة الجزائري وفوز النادي الاهلي ب3 أهداف صناعه علي معلول، وايضا معها رمضان صبحي ايضا. ادي الانطلاق على طول مره ثانيه، ولكن في دفعه وفي فاول لصالح محمد كيمو. علي معلول الناحيه الهجوميه بالنسبه له اصبح عنصر مهم جدا في خطه وبناء الهجمه وانهاء الهجمه ايضا للاسارتي من ناحيه الشمال، والورقه الرابحه القادمه من الخلف للامام، بنشوف العاده الفاول والقادمه من الخلف للامام. علي معلول التونسي الدولي في مباريات النادي الاهلي بيصل الى خط المرمى، تخيل لما تصل الى خط المرمى وانت ظهير ايسر وبتفكر وبتبص على مروان محسن وبتدي له الهدف الاولاني، ثم بتدي له كمان الهدف الثاني، وبعديه رمضان صبحي ايضا بيدي هديه لحسين الشحات بعد ما ضاع هدف منه داخل منطقه السكس ياردة، بيقول له اتفضل هات هدف، وفعلا حسين الشحات ما رفضش الهديه ورقص 2 لعيبه وقعد حارس المرمى الجزائري واحرز هدف جميل، ادى الثقه الكبيره لحسين الشحات اكبر صفقات القرن للاعبي ونجوم النادي الاهلي في يناير. تمنياتي ليه بالتوفيق ان شاء الله. ادي فاول، وادي بنشوف العاده مره ثانيه، والفاول لايمن سعد مهاجم جمهوريه شبين. ما زال التعادل السلبي حتى الان في لقاء النهارده. فاول هيلعب على طول محمد الشامي، يلعبها حلوه ولكن رامي، ولكن المره دي وليد ازارو هو اللي بيطلعها، وبتصل مره ثانيه على طول لناحيه محمود وحيد. محمود بذكاء بياخد رامي التماس، برافو محمود. ادي محمود وحيد، كل لاعب طبعا بينتظر فرصه، كل لاعب في النادي الاهلي بالذات لازم تبقى جاهز، مفيش حاجه اسمها اساسي وبديل، لان بتجي لك الفرصه في ثانيه لو ما مسكتش فيها بتغيب عنك فتره. السلام على طول مره ثانيه، ترجع لحارس المرمى احمد المحرات، جمهوريه شبين باللون الازرق على شمالنا والنادي الاهلي على يمنا، والخبره بتتحكم في الفرصه اللي فاتت اللي ممكن مع ضغط عربي بدر لو حط رجله الشمال كان ممكن يقطعها ويروح للمرمى. مرة تانية محمود وحميد، محمود حميد الأسمراني، ولكن تصل على طول محمد الشامي وبتطلع على طول، ورامي تماس، رامي تماس لجمهورية شبين والتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء ودي هام لجماهير النادي الأهلي. وادي على طول محاولات لجمهورية شبين، كل حتى خدوا بالكم يعني في نواحي إيجابية للفرقتين في مباراة النهاردة، حتى الجمهورية شبين كل لاعب ما نامش من امبارح قال لك انا هقابل النادي الاهلي،
وادي على طول الهجمه ويلعب العرضيه، ولكن انطلاقه وتغطيه مثاليه ودفاع وانتشار جيد للاعيب النادي الاهلي، اديتهم الافضليه في قطع الهجمه اللي فاتت من جمهوريه شبين من ناحيه الشمال. زي ما قلت لحضراتكم حتى لاعبي جمهوريه شبين يعني الناس عارفين اهميه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومباراه النادي الاهلي، وما ناموش من امبارح اكيد. وادي الانطلاقه مره ثانيه، احمد فتحي، احمد فضل يسدد على المرمى، ولكن بطريقه نقول بقى مش ممكن تبقى ارجوانيه. وادي على طول تسديده بوش رجليه، كان يقدر يلعبها بجنب رجله على طول، ليه يختار ازارو او يختار اسلام محارب اللي كان مكمل الهجمه اللي فاتت. ادي بنشوفها في الاعاده، وادي احمد فتحي بيدور على حد فاضي، ولكن فضل التسديده، ولكن ادي بالعرضيه، وادي على طول الضربه الركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. نشوف مره ثانيه هجمه احمد فتحي، شوفوا حضراتكم فكر وقال لك بقى العبها ارضيه جامده، ولكن عدت الجميع. وادي ضربه ركنيه من ناحيه الشمال وتعدد الضربات الركنيه للنادي الاهلي، ما الافضليه الهجوميه والعرضيه وبتقع من حارس المرمى وبترجع مره ثانيه على طول في وسط الملعب. استلام محمود وحيد بذكاء لحسام عاشور، يسلم على طول احمد فتحي، ايمن سعد واقع في ارضيه الملعب مهاجم جمهوريه شبين وبيطمن عليه على طول لاعيب النادي الاهلي، تمنياتي ليه بالشفاء ان شاء الله. انكر رجله تقريبا، نقاش بينه وبين حكم اللقاء عاطف حسين احمد، نستكمل كلامنا في اهميه هذا اللقاء ايضا حتى للاعيب جمهوريه شبين مع الاعاده ومحاولات ازارو لخطف الكوره من حارس المرمى الكابتن احمد المحرات. جمهوريه شبين كل لاعبتها طبعا بيفكر كل لاعب في ليله المباراه ان يقدم نفسه بصوره جيده، لعل وعسى النادي الاهلي يكون له نصيب في يوم من الايام في صفوف النادي الاهلي. دي طبعا طموحات لاعبي جمهوريه شبين، ايضا نجم النادي الاهلي والمدير الفني سمير كمونه، المدير الفني طبعا لجمهوريه شبين، عارف اهميه اللقاء ومحضر لعيبته تمام وعارف اسلوب لعب النادي الاهلي، وعشان كده مستمر اللعب حتى الان بالتعادل السلبي بدون اهداف، يعني بعد الخطوره عن مرماه بحكم خبرته الدوليه، بحكم خبرته ان لعب في بيته النادي الاهلي وعارف امكانيات لاعبي النادي الاهلي بيلعبوا ازاي وبيبتدوا هجماتهم ازاي. عادي الاستلام على طول مره ثانيه والناحيه العكسيه ولكن اطول من اللازم لعلي لطفي حارس المرمى، يمسكها بثبات علي، يغير اتجاه اللعب على طول لمحمود وحيد. محمود لاسارتي ما قعدش، شوف اهميه اللقاء عشان يوصل للاعب اهميه اللقاء بالنسبه له، ما فيش هزار حتى في المباراه الوديه، واقف على خط التماس من بدايه اللقاء. عادي الاستلام على طول مره ثانيه محمد كيمو، يسلم ويستلم على طول في وسط الملعب، ابتدوا ياخدوا الثقه في ارضيه الملعب لاعبي جمهوريه شبين، كل ما بيتاخر او النتيجه بتفضل تعادل بتدي طبعا الثقه للاعبي جمهوريه شبين ان هم يتميزوا بالثبات ويتميزوا بالانتشار، ولكن خبره لاعبي النادي الاهلي وطموحاتهم الهجوميه وطموحات الفوز مع لاسارتي الارجوايان اللي ظهر امامنا في الشاشه انهم طبعا طموحهم الوحيد ان يسعدوا جماهيرهم، وده بيبقى عبء كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي زي البرازيل. دونجا قالها في يوم من الايام في كوبا امريكا 2007، يعني لما دخل كده بنشوف العاده مره ثانيه الفاول، لما دخل كوبا امريكا بنجم وحيد هو روبينيو لو تتذكروا في 2007، وكان المنتخب الارجنتيني قوي جدا ووصل دونجا. نشوف الهجمه الاول، العرضيه الجميله ولكن بتعدي اسلام محارب وبتطلع على طول ورمي التماس. زي ما قلت لحضراتكم البرازيل ودونجا، وكانت مفاجاه المفاجآت ان الجميع رشح في النهائي الارجنتين انه ياخد البطوله بنسبه 90%، ولكن ادي الكره العرضيه واحمد فتحي عملها حلوه حلوه واسلام محارب وعدت اسلام. وكان في الوقت دوت الارجنتين فريق قوي جدا، منتخب قوي جدا، ولكن روبينيو البرازيل فاز بالبطوله. ونشوف الهجمه الاول ولكن مقطوعه مره ثانيه، لسه الهجمه للنادي الاهلي، وفاز البرازيل ببطوله كوبا امريكا بروبينيو، فاز ايضا بالهداف بخمس اهداف، وكانت مفاجاه المفاجات. وهو ده دونجا قال كلمتين، الفرقه الكبيره وخاصه البرازيل الجماهير عايزه اداء متميز تستمتع بيه وعايز نتيجه كبيره، وهي دي طبعا ايضا سمه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بيتمنوا طبعا ان هو النادي الاهلي يظهر بالصوره الجميله عشان يستمتعوا بالاداء وايضا بنتيجه كبيره. يعني المعادله صعبه، خدوا بالكم مش سهله، لان طبعا احترام المنافس واجب. وادي الفاول وادي محاولات الوصول للكوره، ولكن في فاول للنادي الاهلي هيلعبه صالح جمعه. صالح
هيلعب الكرة برجله اليمين عشان تلف كده وتاخد الزاوية القريبة، أعتقد إنها هيلعبها على القريبة، وأدي عملها حلوة، ولكن على طول بيطلع الدفاع وابتسل مرة تانية. شوف المباراة وأهميتها بالنسبة للاعبين، تحس إن هي مباراة جادة جدا، وكل لاعب عايز يظهر بالصورة المناسبة للقاء القمة القادم مع الزمالك، واللقاء الفاصل إن شاء الله لتصدر القمة وتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم بالنادي الأهلي. ادي على طول ترجع للخلف لياسر، ياسر ابراهيم لرامي ربيعه اللي عايز يطمئن عليه طبعا تماما، ايضا لاسارتي يسلم على طول لاسلام محارب، اسلام لمحمود وحيد، ولكن انحرفت شويه للخارج، كان لازم يلعبها له لجوه شويه، ولكن رمي تماس. سمير كمونه المدير الفني لجمهوريه شبين اللي ظهر امامنا، ابتدى طبعا هو كمان يقف على خط التماس. ادي السلام على طول مره ثانيه ايمن سعد، عدى بمهاره ايمن، محاولات ولكن مقطوعه. عربي بدر، عربي مشروع لعيب كويس في وسط الملعب، استلام على طول مره ثانيه. احمد الشيخ، احمد يسلم لاسلام ولكن مقطوعه، يدور على حد فاضي يلعب على طول لايمن، وتدخل من عربي وفدائيه من عربي، بيلعب بروح ورجوله، ولكن أيمن سعد بالخبرة عايز ياخد فاول طبعا. رمي التماس لصالح جمهورية شبين، رمية التماس، رامي ربيعة أمامنا، وتعادل سلبي حتى الآن، حوالي 25 دقيقة من زمن وأحداث الشوط الأول، والتعادل السلبي قائم بين فريقي الأهلي وبين جمهورية شبين، وفاول لصالح أزارو في دفع طبعا من الخوف. مصطفى زيكو هو يعني ليه دور كده دفاعي مع ازارو، لما بينزل في وسط الملعب بينزل معاه مصطفى زكي، وادي الاماميه ولكن مقطوعه. محمد فتح الله يسلم على طول مره ثانيه في نص الملعب، محاولات لاحمد الشراوي صانع الالعاب لايمن سعد، يسلم على طول لمحمد الشامي، يرجع للخلف على طول مره ثانيه، محاولات للحفاظ على الكرة مع ضغط على طول لإسلام محارب لحارس المرمى أحمد المحرات، يلعب الأمامية طويلة في نص الملعب، يرد على طول محمود وحيد برافو مرة تانية في نص الملعب، لياسر لعاشور. الخبرة بقى الراجل دوت، يعني مش عايز أقول لكم عدد المباريات، يمكن 350 مباراة، يعني عدد مباريات عجيب وغريب، ومعظم 500 مباراة، ومعظم او يعني لو 500 مباراة هنقول النادي الاهلي لعب في مباراة شبيبة 350 مباراة افريقية. استلام على طول مرة ثانية ناحية الشمال، لكن عدد المباريات 500 مباراة تخيلوا، ونحسب بقى مباراة النهاردة كمان حتى لو كانت ودية، يعني ربنا يديله الصحة طبعا. حسام عاشور، ادي الاستلام لايمن، والفاول لصالح جمهورية شبين. والغريب بقى في حسام عاشور، خدوا بالكم مع تعاقب كل المدربين على النادي الاهلي، الجميع بيلاعب حسام عاشور. دي امكانيات حسام عاشور اللي هي فرضها على كل المدربين اللي تعاقبوا على النادي الاهلي، ميزه طبعا يعني. والغريب في كده بقى ان هو الراجل سبحان الله مع مدرب المنتخبات ما خدش حقه. على طول الفاول لناحيه الشمال، هيلعب على طول محمد كيمو. محمد الظهير الايمن عايز يلعبها على طول برجله اليمين عشان تلف ناحيه المرمى، عملها حلوه ولكن بيطلع على طول مره ثانيه ياسر ابراهيم. على طول الشامي، والهجمه في منتهى الخطوره خدوا بالكم، وضربه راس مره ثانيه ولكن تغطيه فعاليه، برافو بالخبره الدوليه احمد فتحي في التوقيت المناسب وفي المكان المناسب، وبترجع على طول مره ثانيه لحسام عاشور. صالح جمعه عملها بذكاء كبير لاحمد فتحي، واحمد واحمد لسه فيها كلام، ولكن ضاعت الفرصه وابتصل على طول لاحمد المحرات. كان يقدر احمد فتحي بدل ما يوقفها ياخدها في سكته، جه من اقصى اليمين واستلم الكره الجميله بالمقاس من صالح جمعه، كان ممكن ياخدها على طول في سكته ويروح ينفرد بالمرمى، ولكن لما وقفها خدت وقت عشان كده اتعطل اللعب، ولكن ضاعت الهجمه من النادي الاهلي بصانع اللعب يعني المميز صالح جمعه. مره ثانيه احمد الشيخ راجع بيدافع، ترجع مره ثانيه لاحمد المحرات حارس المرمى، احمد
يدور على حد فاضي، ادي بنشوفها في العاده. شوف الاستلام، هو الاستلام دوت خلى المدافع ابتدى يقرب منه عمرو ثابت، عشان كده اتعطل شويه احمد فتحي. لو خدها في سكته كان خلاص راح للمرمى. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، ولكن هتقول لي ازاي احمد فتحي جه هنا في قلب الهجوم؟ هقول لك الخبره الدوليه طبعا هي دي او سمات وامكانيات احمد فتحي. شفنا محمد هاني بيحرز هدف جميل، وشفنا انطلاقاته ايضا الهجوميه، وشفنا صالح جمعه مشوار طويل لصالح ومعدي صالح، هيلعب لمين؟ صالح صالح صالح، ولكن يعني بيدور هو كان عن المسانده الهجوميه الناحيه العكسيه، ولكن ما لقاش الا وليد ازارو، وعشان يعدي من المدافع انتظر وضاعت الهجمه على النادي الاهلي. على طول محمد الشامي ترجع للخلف على طول لاحمد المحرات. احمد بيلعب بالنار، احمد حارس المرمى، ترجع مره ثانيه على طول في وسط الملعب للناحيه الشمال لاحمد ميدو، يرجع للخلف مره ثانيه لسه مع جمهوريه شبين، عدها بمهاره والاماميه الطويله، ولكن محمود وحيد يقطع الظهير الايسر على طول، وتغطيه مثاليه على طول لمحمود وحيد. برافو محمود، ويوسع لنفسه محمود وحيد. محمود يسلم على طول لرامي ربيعه، رامي لاسارتي امامنا في الصوره، ترجع تاني لاحمد فتحي. كل ده تحضير للاعبي النادي الاهلي، ادى فرصه لكل لاعبي طبعا جمهوريه شبين ان يرجعوا في نص الملعب وينظموا صفوفهم. صالح جمعه بيهرب ينزل في نص الملعب، يغير اتجاه اللعب على طول لياسر، ياسر ابراهيم، ياسر يلعبها في نص الملعب على طول لاحمد الشيخ، ترجع على طول لعربي، قلب مية طويلة على طول لناحية اليمين من غير عنوان، ولكن أراها محمود حميد ويستلمها على هاف الشمال. عمرو ثابت، كل طبعا إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب وكل الإدارة بتساند طبعا فريق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، سندوهم كتير طبعا لغاية ما وقفوا واستردوا عافيتهم، وايضا بكل شيء سخر كابتن محمود الخطيب ومجلسه كل امكانيات النادي الاهلي، سواء الماديه سواء النظرات الفنيه سواء اللجان الفنيه، كل ده عشان يوصلوا لافضل صوره للجماهير الاهلاويه والمصريه في عيون الاهلاويه. ايضا النادي الاهلي عشق للابد للجماهير الحمراء. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، تدخل عنيف رقم 22 والاماميه الطويله على طول لاسلام محارب، يرجع للخلف على طول مره ثانيه لصالح جمعه. صالح يلعب على طول مره ثانيه، واحد لاعبي النادي الاهلي واقف على ارضيه الملعب، تمنياتنا ليه ان شاء الله بالشفاء. احمد الشيخ اعتقد ولا ايه؟ في حاجه في ايديه، هذا احمد الشيخ واصطدام، ماسك ايديه هو رابطها طبعا وماسكها، وده وادي نشوف في العاده ومحاولات صالح جمعه بيحاول يعدي، ولكن تدخل في توقيت مناسب من مدافع عمرو ثابت يقطع الطريق وبتضيع هجمه للنادي الاهلي. بالشفاء العاجل ان شاء الله احمد الشيخ في مباراه النهارده يستكمل اللقاء. كل لعيب بيتمنى طبعا انه يفضل سليم حتى لقاء القمه، ان شاء الله يقوم سليم. احمد الشيخ احد الاوراق الرابحه اللي عايز اطمئن عليها ايضا لاسارتي، وادي انطلاقات ايضا احد الاوراق الرابحه للنادي الاهلي. صالح جمعه اللي احترف في الدوري السعودي اعاره ورجع تاني مره تانيه بفرمان من يعني الجهاز الفني وايضا الاداره ان هم محتاجين صالح جمعه، وعاد صالح جمعه لبيته، وتمنياتي لكل لاعبي النادي الاهلي اللي خرجوا اعاره، يعني كل لاعبي النادي الاهلي صغيرين او اللي في الفريق الاول اللي خرجوا اعاره افادوا كل الفرق المصريه، سواء عمار او يعني احمد ريان او حمدي، او يعني مجموعه انتقلت لمعظم الانديه المصريه وافادت، ومنهم اللي راح بقى نشوف في العاده مره ثانيه اخطر كرات جمهوريه شبين والتغطيه الفاعليه على طول لاحمد فتحي. نشوف ايضا يعني نشوف وش السعد بقى على عمار، اصغر اللاعبين مواليد 98 اللي انضم للنادي الاهلي من نادي النصر، يعني ما لعبش ولا مباراه رسميه مع النادي الاهلي ولعب مع فريق 97، ولكن انتقل الى نادي الاتحاد السكندري، وتاني مباراه او ثالث مبارياته سبحان الله وقع الاختيار عليه من اجيري المدير الفني للمنتخب القومي، وضم عمار الى صفوف المنتخب
وكان وش السعد إعارة النادي الأهلي للاتحاد عمار، وانطلق عمار وأدى أداء متميز مع الاتحاد وأحرز أهداف، وإن طبعا يعني مفاجأة المفاجآت حتى هو لي نفسه شخصيا. أدي نشوف الهجمة، وأدي العرضية، أرضية وضرب الجزاء، وضرب الجزاء صناعة صالح جمعة، وأيضا العرضية الخطيرة من أحمد فتحي، ومعاها على طول عاطف حسين حكم اللقاء على طول بيدي ضرب الجزاء. في التحام في التحام، في رؤية وفي قرار في رؤية وقرار، وتواجد عاطف حسين هو صاحب القرار وهو الأقرب للقرار وهو صاحب القرار. ادي الانطلاقة اتعملت حلوة، وادي احمد فتحي وانطلاقاته، ونشوف العرضية وفي شد ودفع ومحاولات الوصول للكرة، ولكن نشوف اللي وراه، ادي محاولات التسديد على المرمى، ولكن حكم اللقاء هو صاحب القرار على احمد الشراوي. ضربة الجزاء ادي بنشوفها في العادة مرة تانية، وادي على طول صالح جمعة، صالح وركلة الجزاء، وصالح 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 جوه جول، عملها حلوة حلوة على طول ركلة الجزاء صناعة صالح جمعة بهدف أولاني، يتقدم النادي الأهلي في لقاء النهاردة يعني تقريبا في الدقيقة 40 من زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. صالح جمعة أول أهداف اللقاء من ركلة الجزاء، صالح جمعة أول أهداف اللقاء للنادي الأهلي، صالح جمعة في الشوط الأول، تقدم النادي الأهلي على جمهورية شبين بهدف للا شيء، وأدي إنذار، على طول إنذار. دايما طبعا هم أصحاب القرار بالنسبة للملعب هو القاضي، والقاضي هو صاحب القرار اللي هو طبعا حكم اللقاء. لما بياخد يعني قرار لازم بيبقى شايف وبيبقى قريب جدا، ولكن وجهات النظر اللي هي من بعيد على بعد 50 متر بقى او 30 متر بقى، ولكن دي شغلته. ولكن خلينا في اللقاء، وادي احمد الشيخ وتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء. عادل السلام على طول مره ثانيه، احمد فتحي عدى بهار، احمد يوسع لنفسه، ولكن ترجع مره ثانيه، سيطره للنادي الاهلي على معظم فترات الشوط الاولاني، وتقدم بهدف لصالح جمعه من ركله جزاء. عادي الاستلام على طول لرامي ربيعه، تجربه قويه وفيها طبعا الهدف الاساسي رفع اللياقه الفنيه مع اللياقه البدنيه، وهي طبعا لياقه المباريات. لياقه المباريات لمين بقى؟ لرامي ربيعه الراجع من الاصابه، اللي طبعا لاحمد فتحي، ايضا لعربي اللي هو من مواليد 97، وادي اجاييه معدي من قدامنا، وسعد سمير نجوم النادي الاهلي يعني منتخبنا طبعا، سعد سمير وايضا يعني اجاييه. كان دلوقتي الدقيقه 34، ادي الاستلام على طول مره ثانيه، هدفنا جه في الدقيقه 3 او 32 من زمن واحداث، عفوا من زمن يعني ساعه اتعطلت شويه معلش، ولكن بنلعب في الدقيقه 34 من زمن واحداث الشوط الاول. الشوط الاولاني هنلعب 40 دقيقه بقى فقط، وادي على طول الضغط والمحاولات وفاول، ادي التحام قوي، ولكن ان شاء الله يقوم سليم ازارو، والتحام قوي لازارو. ادي بنشوف العاده مره ثانيه، عدى بمهاره وبيحاول يعدي، ولكن التحام من محمد فتح الله جمعه، وعلى طول فاول لصالح النادي الاهلي، فاول 35 دقيقة من زمن وأحداث الشوط الأول، باقي 5 دقايق، بنلعب 40 دقيقة في الشوط الأولاني. أدي على طول أحمد الشيخ هيلعب الكرة العرضية وعملها حلوة، ولكن تدخل دفاعي وفيها ضربة مرمى، وصاحي عاطف حسين وواخد القرار، ورامي ربيعة كان بيطلب ضربة ركنية وهو متقدم في الكرة اللي فاتت، وابتسامة طبعا. وأدي بنشوفها العادة مرة تانية، ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي فيها لمسه كده مع مدافع جمهوريه شبين، وطبعا اللاعب بيبقى عارف، خدوا بالكم يعني اللاعب، في بعض اللاعبين امناء جدا في القرار، وفي بعض اللاعبين بيتحايلوا، ولكن القرار بيبقى باين في الاخر في الاعاده. وفي الاعاده افاده مع مخرجنا محمد بيومي، ادي الاستلام على طول مره ثانيه، استلام على طول لجمهوريه شبين، عملها حلوه، ولكن محمود حميد وقف مره واحده،
لكن مباراة وتجربة هي الهدف الأساسي منها زي ما قلت لحضراتكم، الاطمئنان على عودة المصابين والاطمئنان أيضا ومحاولات رفع اللياقة الفنية والبدنية وهي لياقة المباريات للعيبة اللي زي ما قلت لحضراتكم عليها، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وأيضا الشاب عربي بدر اللي هو من مواليد 97 في شباب النادي الأهلي اللي هم متصدرين الدوري مواليد 97. ضغط وفاول وفيها انذار، ضغط وفاول وفيها انذار، دي يعني لازم يهدى الشباب محمد فتح الله دي المره الثانيه وحصل على انذار، لازم يهدى شويه. ادي بنشوف الكره ما كانش ليها لازمه يعني في نص الملعب، ولكن انا سامع كابتن سمير كمونه الراجل عارف طبعا اهميه ازاي امتى انا ادخل قوي وامتى استنى شويه. ادي محمود وحيد وادي العرضيه من حديد، ولكن على طول التسديده بعيد وضربه مرمى على طول لصالح جمهوريه شبين. تعليمات من طبعا الكابتن سمير كمونه بحسه المدافع، في بعض الكرات تقدر انك انت يعني تلعب على الكوره مش مستاهله لان في الاخر الكوره في نص الملعب. وادي الكابتن سمير كمونه امامنا احد ابناء النادي الاهلي واحد نجومه الدوليين اللي احترف في الدوري الالماني ثم عاد لبيته وقدم عطاء كبير للاعبي او للنادي الاهلي. وادي دكه البدلاء طبعا للنادي الاهلي عامره وكبيره، ويعني لو قلت لحضراتكم العدد اللي فيها هو عدد فريق بالكامل. محاولات مستمره وتقدم للنادي الاهلي حتى الان بهدف لا شيء، استلم على طول مره ثانيه محاولات ولكن التدخل من صالح جمعه. صالح ترجع للخلف على طول عربي يدور على حد فاضل، اسلام ولكن التدخل في توقيت وترجع مره ثانيه، ولكن مره ثانيه وفيها تدخل قوي وفيها فاول على اسلام لصالح جمهوريه شبين. بدلاء النادي الاهلي عاصم سليم حارس للمرمى واحمد حمودي وحسين الشحات واحمد علاء ومحمد شريف ومصطفى الياس مواليد 2000 ويوسف علاء وباسم علي ومروان محسن ومحمد نجيب، دي دكه بدلاء النادي الاهلي. على اماميه طويله على طول مره ثانيه وبتصل على طول لمحمود وحيد. محمود على اماميه طويله على طول مره ثانيه، محاولات لا ازارو ولكن في فاول، ادي على طول دفعه من ازارو وفي التحامات بدون داعي، التحام بدون داعي بين ازارو وبين محمد فتح الله، الاثنين مشدودين بدون داعي. محمد فتح الله جمعه اللي حصل على انذار وازارو وتحذير من حكم اللقاء عاطف حسين. ادي بنشوف العاده مره ثانيه، ادي في دفع كده في ظهره ولكن حب بقى ياخد حقه محمد فتح الله وهو واخد انذار، ولكن تدخل حكم اللقاء بحكمه واستمر اللعب. فاول لصالح ايمن سعد على رامي ربيعه، فاول على رامي ربيعه حوالي 38 دقيقه من زمن واحداث الشوط الاول، وتقدم النادي الاهلي بهدف لصالح جمعه. الاماميه الطويله اطول من اللازم بدون عنوان، وضربه مرمى عملها عمرو ثابت اطول من اللازم، ولكن ضربه مرمى على طول لصالح النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم مع طبعا فاضل دقيقة واحدة اقتربنا من نهاية أحداث الشوط الأول ودقيقة وقت محتسب بدل ضائع. ادي السلام على طول مرة ثانية لرامي ربيعة، بيتقدم رامي يلعب على طول لصالح جمعة، صالح يلعب بينية جميلة ولكن اتقطعت في الطريق وبترجع مرة ثانية على طول في وسط الملعب. محاولات لجمهورية شبين للتعادل في الشوط الأول ولكن أطول من اللازم ورمي التماس. بيعيش النادي الأهلي الفترة ديت بعد طبعا الأداء الجيد والمميز في مباراته أمام شبيبة الجزائر، وأخيرا أخيرا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان مع صفارة حكم اللقاء عاطف حسين منهيا أحداث الشوط الأول الجميل بين فريقي الأهلي وجمهورية شبين في اللقاء الودي الهام لكلا الفريقين، وتقدم النادي الاهلي بهدف لصالح جمعه في الدقيقه 32. الصراحه قصيره ولنا عوده مره اخرى لبدايه احداث الشوط الثاني، وكان معكم محدثكم عادل محمود، فالى اللقاء مره اخرى.
الاهلي وجمهوريه شبين استعدادا للقاء المرتقب بين فريقي الاهلي والزمالك ان شاء الله في يوم 30 مارس الحالي. لقاء هام جدا، لقاء النهارده ايضا لي يعني بعد رياضي جميل بالنسبه طبعا للاسارتي المدير الفني اللي امامنا مع محمد يوسف والجهاز الفني سيد عبد الحفيظ وايضا طارق سليمان وباقي افراد الجهاز. تمنياتي اليوم بالتوفيق ان شاء الله. لقاء النهارده لو اتكلمنا عن احداث الشوط الاولاني، سيطره كامله للاعيب النادي الاهلي وبيعقبه على طول هدف في الدقيقه 32 من زمن واحداث الشوط الاول لركله جزاء لصالح جمعه، احرزها صالح بمهاره وادي بنشوفها في العاده امامنا مع مخرجنا محمد بيومي ومخرجنا الدكروري، وادي هدف جميل من ضرب الجزاء راح الناحيه العكسيه احمد المحرات واحرز هدف جميل صالح جمعه العائد مع طبعا حسام عاشور مع رامي ربيعه مع احمد فتحي، يعني قوه هجوميه وقوه ايضا في خط الدفاع وقوه ايضا في الناحيه الهجوميه وخط الوسط للاعيب النادي الاهلي يطمئن عليهم لاسارتي عشان تبقى اختياراته بتبقى طبعا في المباراه او اللقاء المرتقب اللي هو ان شاء الله يتصدر فيه النادي الاهلي بالفوز في المباراه القادمه لقاء القمه، ان هو يتصدر لاول مره هذا الموسم الدوري العام، لان فارق نقطتين بعد طبعا لما يعني تعادل المقاولين مع الزمالك 2-2 وايضا طبعا النقطتين دول نقطتين غاليين جدا لجماهير النادي الاهلي وايضا للاعيب النادي الاهلي وايضا غاليين جدا طبعا وطبعا يعني بيبقوا صعبين جدا للاعيبي طبعا نادي الزمالك وجميل نادي الزمالك. القلق طبعا اللي بيحصل اللي هو الشيء الطبيعي، عارفين اهميه لاعيبي النادي الاهلي ولعبهم على الفوز الدائم. طبعا عندنا النهارده هناك يوم حافل بالاحداث الرياضيه بقناه الاهلي، منها مباراه الاهلي والشمس بربع النهائي لبطوله افريقيا في 9 مساء، وايضا في الاستوديو التحليلي بعد المباراه، وايضا لاسارتي ايضا الساعه 11 سهره رياضيه مع لاسارتي الاورجواياني المدير الفني للنادي الاهلي على الحديث طبعا عن لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واللقاء المرتقب مع طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك طبعا اللي هو متصدر الدوري حتى الان بفارق نقطتين عن النادي الاهلي. كل دي احداث هنشوفها النهارده في قناه النادي الاهلي طبعا قناه المشاهير، القناه الحمراء الجميله مع نجوم الاهلي وعشاق النادي الاهلي، كل ده هيبقى في كلام وحديث مع طبعا البرامج الرياضيه في قناه النادي الاهلي. تمنياتي بالتوفيق ان شاء الله للجميع. هيستعد طبعا في بعض تبديلات انا شايف في صفوف النادي الاهلي، باسم علي هينزل في لقاء النهارده، هنشوف مين اللي هيخرج، هل هيكمل احمد فتحي موجود في ارضيه الملعب، وايضا باسم علي، رامي ربيعه موجود، صالح جمعه موجود، حسام عاشور موجود، ازارو موجود، اعتقد في محمود وحيد مش موجود او محمود وحيد فعلا موجود في نص الملعب انا شايفه، احمد الشيخ موجود، عربي يمكن اللي خرج اعتقد عربي بدر لاعب 97 ونزل بدلا منه، هنشوف مين، باسم اعتقد هو اللي نزل، يبقى عربي لاعب خط الوسط اللي هو من مواليد 97 هو اللي خرج ونزول باسم، يبقى باسم هيلعب ناحيه اليمين، احمد فتحي هل هيلعب في قلب خط الوسط، هو ده التبديل اللي هو موجود فعلا في ارضيه الملعب، يبقى باسم نزول باسم الظهير الايمن رقم 26 في لقاء النهارده، هو الظهير الايمن بدلا من عربي بدر. هنشوف ايضا هل في تبديلات حصلت في صفوف جمهوريه شبين، هنشوف التبديلات ايضا هل في تبديلات حصلت في صفوف، هنشوف تبديلات مين اللي حصل بالنسبه طبعا لجمهوريه شبين. ادي الجميع مترقب طبعا بدايه واحداث الشوط الثاني، وما حدثكم عادل محمود في هذا اللقاء. الشوط الاولاني انتهى بتقدم النادي الاهلي بهدف لصالح جمعه، وادي بدايه واحداث الشوط الثاني. على يمنا جمهوريه شبين، على شمالنا النادي الاهلي. هقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي، الاهلي بيمثله حراس المرمى علي لطفي، وايضا خط الدار من اليمين للشمال باسم ورامي ربيعه ياسر ابراهيم محمود وحيد، في وسط الملعب احمد الشيخ، وايضا خرج عربي بدر ونزل بدلا منه باسم، وايضا صالح جمعه موجود، اسلام محارب ايضا هناك، وليد ازارو
هو مهاجم النادي الاهلي في الشوط الثاني برضو. صالح جمعه موجود هناك ايضا بالنسبه طبعا في تبديل وحيد او ما فيش تبديل حتى الان. رقم 29 ايمن العدلي بدلا من محمد فتح الله قلب خط الدفاع اللي حصل على انذار خاف عليه طبعا سمير كمونه. وادي احمد موتشا او موكشا خرج ونزول محمد ابو طالب رقم 21. دول تبديلين ايضا من جمهوريه شبين ومديره الفني كابتن سمير كمونه، نتمنى لهم التوفيق. وايضا تمنياتي بقى الشوط الثاني كمان مع الاثاره اللي احنا شفناها في الشوط الاولاني يستمر الاداء المتميز للاعبي النادي الاهلي والاطمئنان على كل لاعبي النادي الاهلي. ادي المحاولات على طول في وسط الملعب لحسام عاشور، يغير اتجاه اللعب على طول الناحيه العكسيه لمحمود وحيد لمره ثانيه. ادي استلام وادي المحاولات في وسط الملعب محمد شريف اللي نزل ايضا في صفوف النادي الاهلي رقم 19 محمد بدلا من اسلام محارب، يبقى 19 ايضا محمد شريف خد الجنب الشمال للنادي الاهلي. ادي على طول الاستلام صالح جمعه، صالح ولكن مقطوعه ترجع مره ثانيه لياسر، يرجع للخلف على طول والاماميه على طول من احمد فتحي ولكن ترجع مره ثانيه رقم 9 في صفوف جمهوريه شبين اللي هو نزل اعتقد ده باتشو ولا ايه هنشوف. هو طبعا رقم 9 نزل في الشوط الثاني جون باتشو النيجيري. يبقى جون باتشو النيجيري نزل ايضا وخرج ايمن سعد، يبقى خروج لايمن سعد المهاجم. وجون باتشو النيجيري رقم 9 نزل بدلا من ايمن سعد تبديل هجومي ايضا. السلام على طول مره ثانيه، محاولات وانطلاقات والناحيه العكسيه حلوه واتعملت حلوه حلوه واتزحلق كده فيها علي لطفي ولكن جون باتشو النيجيري بيرفض الهديه واتعملت الكره العرضيه جميله في توقيت يعني ايه. شوفوا حضراتكم في العاده باينه وبالمقاس خد خطوتين للخلف وعدت الجميع بما فيهم خروج لعلي لطفي ولكن حط الكره بضربه راس خارج المرمى. كان ممكن يبقى فيها كلام ولكن مستمر التقدم للنادي الاهلي بهدف للاشياء حتى الان. محمد شريف في الشوط الثاني اللي استلم الكره في نص الملعب، محمد نزل بدلا من اسلام محارب يسلم على طول صالح جمعه وانطلاقه لمحمد ازارو 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 يلم كورته هيلعب لمين اتاخر كتير ولكن ترجع مره ثانيه لسه في النادي الاهلي ومحمود وحيد وضربه مرمى هي فيها كلام ولكن محمود وحيد خلاص حكم اللقاء النهارده بيدي لك ضربه او ضربه مرمى. عاطف حسين احمد حكم لقاء النهارده بيعاونه محمد صلاح الفتاح وخالد حسام طه. ادي الاماميه الطويله على طول بالخبره الدوليه على طول ربيعه يقطع كورته لحسام عاشور لباسم علي قصيره شويه ولكن ترجع على طول. باسم الظهير الايمن للنادي الاهلي عوده حميده ان شاء الله بيطمئن لاسارتي على كل لاعبي النادي الاهلي في مباراه النهارده ورفع اللياقه الفنيه استعدادا للقاء الهام المرتقب بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. على طول صالح جمعه يوم 30 مارس ان شاء الله لقاء القمه. انطلاق على طول من لمسه سحريه وعدت لباسم، عدى باسم ناحيه اليمين هيلعب العرضيه، باسم العرضيه في منتهى الخطوره ولكن بيطلع الدفاع ورمي التماس لصالح الاهلي. رمي التماس على عمر ثابت. احمد الشيخ احمد لحسام عاشور لاحمد فتحي هيجرب احمد. احمد فتحي يلعب بينيه جميله مش ممكن محمود وحيد ولكن فيها تسلل ولكن خلاص هو خالد او محمد صلاح فتاح المساعد الاول لحكم اللقاء عاطف حسين واخذ القرار ولكن اختراق جميل من ناحيه الشمال بنشوفه في الاعاده وادي في الاعاده افاده وادي على طول محمود وحيد ولكن الغريبه مش في التسلل، الغريبه ان محمود وحيد لعبها عاليه شويه وكان في اثنين فاضيين تماما. في تبديل قادم رقم 23 عمار محسن هو التبديل القادم لجمهوريه شبين. محاولات على طول احمد الشيخ عايز يعديها على طول لباسم علي ولكن رمي التماس. ادي باسم الظهير الايمن المهاجم
محمد هاني، عودة أحمد فتحي وباسم علي، يعني كل لاعبي الأهلي جاهزين إن شاء الله للقاء القمة. الظهير الأيمن امتلأ، وأيضا الظهير الأيسر بعلي معلول وأيضا محمود وحيد، كل دي بقى قوة دفاعية، معناه أيضا القوة في خط الوسط أيضا والقوة الهجومية للاعبي النادي الأهلي بتديهم الأفضلية. ودكة البدلاء هي ما فيش دكة بدلاء، خدوا بالكم في النادي الأهلي ما فيش دكة بدلاء، كل اللاعبين هم أساسيين. ومحمد شريف واختراق من ناحية اليمين والفاول، فاول محمد شريف، محاولات مستمرة للنادي الأهلي. ادي محمد شريف، وادي دفع من الخلف على طول وعلى حدود منطقة الجزاء، أصعب الكرات لحارس المرمى، أصعب الكرات لحارس المرمى، كان خرج مع أحمد المحرات طبعا حارس المرمى اللي لعب في الشوط الأولاني أيضا من جمهورية شبين. وأدي أيضا في تبديل تاني عمار محسن، يبقى محمد الغندور دلوقتي هو حارس المرمى ناشئ النادي الأهلي إعارة. محمد الغندور أحد ناشئي النادي الأهلي، هو إعارة من النادي الأهلي وهو اللي بيحرس الشوط الثاني بدلا من أحمد المحرات. وأدي رقم 23 هو اللي نازل، عمار محسن، وخرج رقم 2 الظهير الأيمن محمد كيمو. يبقى مرة تانية الفاول، وأحمد فتحي ومحمود وحيد. الكرة اللي فاتت كان فيها كلام، يعني حتى الكابتن سمير كمونة بالخبرة كده قال لك مش تسلل. عادي على طول الفاول من خارج منطقة الجزاء، وأحمد فتحي شكله هيجرب حظه. أحمد فتحي وتسديدة، ولكن بتيجي في الحيطة وترتد مرة تانية على طول في وسط الملعب، الأمامية الطويلة على طول، ولكن يلحق محمود وحيد. برافو محمود، يسلم على طول في وسط الملعب لأحمد فتحي. ربيعة يوسع لنفسه بالخبرة الدولية، يدور لحد فاضي ولكن زودها شوية، مقطوعة منه ولكن يرجع مرة تانية يرجعها، ولكن الهجمة لصالح جمهورية شبين. يدور لحد فاضي محمود، يلعبها على حدود منطقة الجزاء لباتشي، ولكن اتأخر خلاص، وتسديدة ولكن بعيدة، وضربة مرمى على طول للنادي الأهلي. ابتدى يتجرأ جمهورية شبين، ابتدى يقترب من خط يعني منطقة 18. وادي علي لطفي، وعلى طول ادي بنشوفها في العادة، وباتشي النيجيري يصلحها، ولكن الراجل لسه هتوقف خلاص. الكثافة العددية ادت الأفضلية على طول للاعبي النادي الأهلي في إبعاد الخطورة، ودي خبرة لاعبي النادي الأهلي على طول. ياسر إبراهيم يلعبها لصالح جمعة برؤية فنية، لربيعة، لعلي لطفي، لربيعة مرة تانية. صالح أزارو بيهرب من الرقابة على طول لياسر، الناحية العكسية حلوة. محمد شريف ولكن الأقرب إلا محمد الشامي، وادي الهجمة على طول والناحية العكسية مرة تانية أحمد الشيخ. أحمد مش ممكن، مش ممكن، أنا قلت هيحطها برجله الشمال، الرجل اللي يعني الزاوية المفضلة ليه، لم الاتنين وقعدهم، ولكن عشان يحطها فضل يلعب بالعرضية. عادي على طول أخطر الكرات لأحمد الشيخ. على طول النادي الأهلي ابتدى يقترب ويدور على الهدف الثاني، وما زال التقدم بهدف وحيد حتى الآن من ركلة جزاء لصالح جمعة. وادي داخلين على الدقيقة التاسعة، وادي الاستلام على طول مرة ثانية، ولكن التغطية على طول لجمهورية شبين. حسام عاشور بخبرة كبيرة يقطع كورته. استلام على طول مرة ثانية، أحمد فتحي. أحمد يسلم على طول مرة ثانية لياسر. هناك تبديل قادم أيضا، محمد عزت رقم 15 أمامنا على خط المرمى هو اللي هينزل تبديل آخر لجمهورية شبين. بيبقى فرصة للكابتن سمير كمونة يدفع بأكتر من لاعب لإضافة الخبرة الكبيرة اللي يعني بيكتسبها لاعبي جمهورية شبين من مباراتهم أمام النادي الأهلي. 15 محمد عزت، وهيخرج هنشوف مين اللي خارج على الشورت بتاعي رقم واحد، ولكن في الظهر هيبقى رقم تاني، هنشوف طبعا الرقم الراجل اللي خارج. عادي ضغط ومحاولات،
ومرة تانية لاعب الوسط محمد الشامي اللي كان بيلعب ناحية اليمين هو اللي خارج. عادل الاستلام على طول مرة تانية أزارو يغير اتجاه اللعب على طول لمحمود وحيد الظهير الأيسر المهاجم للنادي الأهلي من ناحية الشمال لمحمد شريف، الجبهة الهجومية وادي انطلاقات محمد شريف، محمد شريف عايز يعدي ولكن اتزحلق وبترجع مرة تانية على طول لجمهورية شبين. سرعة الأداء للاعيب جمهورية شبين لمحاولة تخفيف الضغط الهجومي من لاعبي النادي الأهلي بيحاولوا، ولكن سيطرة كاملة للاعيب النادي الأهلي في نص الملعب حتى الآن. أدي على طول صالح جمعة لباسم الظهير الأيمن يلعب العرضية والاستلام مش ممكن، أحمد الشيخ بلف ودوران جميل ولكن يتألق حارس النادي الأهلي الناشئ الإعارة في صفوف جمهورية شبين وأخطر الكرات من أحمد الشيخ، لف ودار وتسديدة على المرمى ولكن بينقذها حارس المرمى. شوفوا جمال الكرة، اللف والدوران والتسديدة وقرب المسافة ولكن حظه كويس، ولكن رد فعل عالي من على طول حارس المرمى محمد الغندور. ادي بنشوف العادة مرة تانية ومحمد الغندور بينقذ مرمى من هدف أكيد من أحمد الشيخ، كان ممكن يبقى الهدف الثاني. عينه على الكورة وإيديه تمام التمام وهو إعارة لجمهورية شبين من ناشئي النادي الأهلي. تمنياتي ليه بالتوفيق إن شاء الله. بقول لحضراتكم لعيبة كتير من لاعبي النادي الأهلي سواء صغيرين انضموا للنادي الأهلي حديثا أو كبار وأعيروا للحفاظ على لياقتهم الفنية وأيضا عودتهم إن شاء الله لبيتهم النادي الأهلي. أدي الفاول وأدي محاولات لصالح جمعة عملها حلوة ولكن في الحيطة مرة تانية، مرة تانية الناحية العكسية أطول من اللازم وضربة مرمى لصالح جمهورية شبين. أدي صالح عودة حميدة ومحاولات العودة مرة تانية بطريقة أساسية للنادي الأهلي. معظم لاعبي وطبعا بدلاء النادي الأهلي اللي بيسخنوا خارج خط المرمى أدي بنشوفهم في يعني أمامنا. وأدي شوفوا بقى لعيبة كتير ما زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي تملي، مفيش لعيب أساسي ومفيش لعيب بديل، ولكن في الآخر إن شاء الله الأفضل هو اللي موجود حسب رؤية الجهاز الفني في مباراة القمة. استلام على طول لباسم، برافو باسم لأحمد الشيخ. أحمد يميل على طول على رامي ربيعة، يبدأ من الخلف للأمام والناحية العكسية ناحية الشمال لمحمود وحيد. محمود يسلم على طول لصالح جمعة بمهارة يغير اتجاه اللعبة حلوة ولكن مزنوقة شوية أحمد الشيخ ولكن مقطوعة يقطع، ترجع مرة تانية على طول لجمهورية شبين لزيكو، يميل على طول ناحية الشمال لرقم 23 عمار محسن، ترجع مرة تانية ضغط ومحاولات وجدية في الأداء لصالح جمعة ولكن على طول خد القرار للحفاظ على اللعيبة عاطف حسين من وجهة نظره طبعا حكم اللقاء، ولكن تدخل قوي من صالح. استلم على طول لحسام عاشور من لمسة واحدة ترجع ولكن لمسة يد على أحمد الشيخ. ما زال تقدم النادي الأهلي بهدف للا شيء حتى الآن. تبديل آخر لجمهورية شبين، تعدد التبديلات طبعا للمشاركة في هذا اللقاء الهام اللي بيتمناه كل لاعب طبعا من جمهورية شبين. هينزل المرة دي رقم 3 مين رقم؟ مصطفى هاني رقم 3. ادي على طول العرضيه الناحيه العكسيه ولكن بيطلع على طول ياسر، برافو ياسر، ياسر ابراهيم. ادي على طول الهجمه لجمهوريه شبين من ناحيه اليمين، محاولات لجمهوريه شبين ولكن بيقابلها دفاع للنادي الاهلي لمحمد شريف، يسلم على طول حلوه وازاره ولكن بتعدي، عايز يلعبها لصالح جمعه، لو وصلت لصالح جمعه كان ممكن يبقى فيها كلام تاني. ضغط ومحاولات وعاشور والتحامات والاماميه الطويله لازارو معاها تغطيه مثاليه لعمار على طول او عمر ثابت. مره ثانيه عمار الظهير الايسر، عمار يستلم على طول ولكن ترجع للنادي الاهلي محمد شريف ولكن مقطوعه، ترجع مره ثانيه على طول للظهير الايسر اللي انتقل ناحيه اليمين احمد ميدو. ادي احمد ميدو اللي كان بيلعب ظهير ايسر في الشوط الاولاني اصبح بيلعب ناحيه اليمين في نص الملعب ناحيه اليمين. احمد ميدو ما يلحقش
ادي اللي امامنا في الصوره، ورمي التماس على طول لصالح النادي الاهلي. ما زال تقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء في تجربه هامه جدا للجهاز الفني، على طبعا راس الجهاز الفني لاسارتي للاطمئنان على كل لاعيبه النادي الاهلي عشان يبقى عنده خيارات مفتوحه للعائدين من الاصابه وتجهيزهم من ناحيه اللياقه البدنيه والفنيه للاستعداد للقاء القمه الهام اللي ممكن يتصدر فيه ان شاء الله النادي الاهلي لاول مره. عاد الاستلام على طول واحمد فتحي والاختراق، ولكن بتصل على طول لمحمد الغندور. هذا احمد فتحي ومحمد الغندور حارس المرمى المعار من النادي الاهلي. رامي ربيعه، رامي يحافظ على كرته ويسلم على طول مره ثانيه محمود وحيد، ولكن ترتد مره ثانيه لعلي لطفي. علي ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي الاختراق الجميل لاحمد فتحي، ولكن وصلت مع التحام لحارس المرمى على طول محمد الغندور. على طول صالح جمعه يلعب بينيه حلوه، ولكن على طول ازاره وبتطول وبتوصل مره ثانيه على طول لمحمد الغندور حارس المرمى، وبيطلعها بروح رياضيه للاطمئنان على ازاره هل خد ركبه كده في الفخده، ولكن ان شاء الله سليم. رمي تماس ادي ازاره ام سليم لاحمد فتحي، هيرجعها بروح رياضيه اكيد طبعا. احمد فتحي يرجع للخلف على طول لصالح جمعه من لمسه واحده على طول لازارو، لياسر ابراهيم. ياسر يسلم على طول مره ثانيه في نص الملعب، محاولات للاعيب النادي الاهلي لتدوير اللعب وتغيير اتجاه اللعب والحفاظ على الكوره وخلق مساحه كده لصناعه هجمه للنادي الاهلي لاضافه هدف ثاني. احمد فتحي سيناريو اكتر من سيناريو بيقدمه لاسارتي في مباراه النهارده، بالدفع ايضا باحمد فتحي في وسط الملعب. الشوط الاولاني كان ظهير ايمن، الشوط الثاني نزول باسم علي، واصبح احمد فتحي بيلعب في قلب خط الوسط مع حسام عاشور وايضا طارق الحريه، وصناعه الهجمه لصالح جمعه. ادي على طول احمد فتحي يسلم على طول مره ثانيه محمد شريف، دخل في الزحمه محمد ميزته ان هو بيحتاج مساحه وانطلاقاته بتحتاج مساحه، فالافضل ليه انه يتحرك على الاجناب، لو اتحرك على الاجناب بتبان خطوره على طول محمد شريف. عادي لاسارتي اللي من بدايه اللقاء ما عادش لاهميه اللقاء بالنسبه له، والاهميه اللقاء طبعا ان هو بيقول ادي مروان محسن وكل اللاعبين هتبقى الدكه، يعني مش الدكه بقى ده كل اللعيبه اللي بره اعتقد ان هم هيدفع بيهم لاسارتي في مباراه النهارده. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، وادي محاولات على طول لصالح جمعه، وادي الانطلاقه لمحمد شريف اللي المساحه اللي بقول لحضراتكم عليها، هيلعبها له، هيلعب العرضيه، ولكن على طول تدخل في توقيت مناسب جدا، برافو عمر ثابت بيحط رجله في توقيت مناسب وبيطلعها ضربه ركنيه معاها شد عضلي. الكوره دي لازم تجيب شد عضلي بيني وبينكم، شوفوا حضراتكم في الاعاده باينه تماما. وادي محمد شريف يلعب على طول لصالح، لو الراجل ما حطش رجله في توقيت دوت وبالصعوبه دي والراجل جاله شد عضلي ان شاء الله يعود للملعب. ادي محمد شريف وادي انطلاقه لصالح جمعه، ولكن توقع مع عمر ثابت في توقيت مناسب جدا لازم يكمل، وفعلا قدر يطلعها وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. بنشوفها من اكتر من زاويه، هل هيبقى في تبديل قادم؟ ولكن ام سليم، عمرو ثابت، كل لاعبي النادي الاهلي اللي شايف، شوف حضراتكم كل بدلاء النادي الاهلي يعني هينزلوا، وفي تبديل ايضا رقم 20 عبد الله شلبي، الدفع بعبد الله شلبي، هنشوف مين اللي خرج من جمهوريه شبين، رقم 5 اللي كان عنده شد عضلي، وادي العرضيه ولسه فيها كلام واتزحلق ازارو. ادي على طول ضربه مرمى لصالح جمهوريه شبين، وزي ما حضراتكم شايفين بقى هتشوفوا ادي بقى التبديلات كلها، هينزل كل لاعبي النادي الاهلي، هنشوف بقى كل الناس اللي خارجه، يعني كل الناس شوفوا حضراتكم امامكم، حسام عاشور هيخرج، ياسر ابراهيم هيخرج، محمود وحيد هيخرج،
رامي ربيعه ايضا، احمد الشيخ ايضا، صالح جمعه، ازارو وربيعه ومحمود وحيد، يعني كل يعني فاضل احمد فتحي في ارضيه الملعب. ونزل ايضا عربي بدري اللي كان بيلعب في الشوط الاولاني مره ثانيه. مروان محسن امامنا، وادي امامنا لاسارتي، يعني كل لاعبي البدلاء للنادي الاهلي بيشاركوا في لقاء النهارده للاطمئنان عليهم ورفع اللياقه الفنيه والبدنيه ايضا للياقه المباريات، عشان استعدادا طبعا للقاء المرتقب اللي يدي الافضليه ويدي الاهميه للاسارتي انه يقدر يختار الفريق الانسب لمباراه القمه ان شاء الله بالفوز لنجوم النادي الاهلي في لقاء القمه ان شاء الله. اللقاء المرتقب بعد ضياع نقطتين في مباراه المقاولين اصبح الفارق نقطتين، يعني الفوز يدي الصداره ان شاء الله للنادي الاهلي وعشاقه الكبار، وخاصه بعد تاهل النادي الاهلي في مباراه شبيبه الثوره الجزائري والفوز بثلاثيه نظيفه والاداء الجميل المتميز. وادي ايضا 24 هينزل رضا شحاته، رضا شحاته بدلا من رقم 4، هنشوف ايه الحكايه. 24 احمد فتحي بيطمئن على النيجيري، اعتقد ان عنده اصابه. ادي بنشوف العاده، وادي الكوره، وادي احمد الشيخ لم الاثنين، ولكن يعني اتزنق بقى، يعني التسديد على المرمى كان هيبقى صعب. هل هيستمر اللعبه مره ثانيه؟ تقدم النادي الاهلي بهدف ليلى شيح حتى الان، ضغط ومحاولات مره ثانيه، فاول ادي الهجمه، باسم يغير اتجاه اللعب على طول، محمد نجيب، محمد في نص الملعب على طول لعربي بدر، عربي فاول، ادي عربي، ولكن في فاول اتلعبت على طول مره ثانيه لناحيه الشمال. محاولات للاعيب النادي الاهلي، كل لاعب بيبحث عن فرصه، وخاصة تملي مباريات القمة خدوا بالكم على مر التاريخ بالنسبة للدوري العام بتقدم نجم وبيختفي آخر. كل مباريات القمة ممكن تقدم لك نجم سواء صغير أو سواء كبير، وهناك تبديل آخر قادم رقم 28 شريف مجدي من جمهورية شبين. زي ما بقول لحضراتكم لقاء القمة الأهلي والزمالك، تملي بيقدم لنا نجوم وممكن يختفي نجوم، ولكن في الاخر طموحات النادي الاهلي واستراتيجيه النادي الاهلي. الهدف الاساسي في مباراه الاهلي والزمالك، وقالها لنا الكابتن صالح سليم في يوم من الايام، هي مباراه بثلاثه بونت، ولكن انت دور تسعد جماهيرك ازاي. الاول ادي اللي عليك، وادي التبديل رقم 12 خارج اللي هو طبعا الظهير الايسر لجمهورية شبين أحمد ميدو هو اللي خرج. فقال لنا كابتن صالح سليم، ده الكلام ده بقى في الثمانينات، قال لك مباراة الأهلي والزمالك اعمل اللي عليك وأدي مباراة طيبة بتسعد جماهيرك واسعى طبعا للفوز، ده حق شرعي، ولكن في الآخر افرض خسرت ما لم توفق في الأهداف اللي جات لك، فهي 3 بونت، يا كسبت 3 بونت يا خسرت 3 بونت، ولكن في الاخر اهم حاجه اهداف النادي الاهلي انك تفوز بالبطوله. رقم واحد دائما هو النادي الاهلي. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، حمودي احمد، مره ثانيه محاولات لناحيه اليمين لباسم، ادي باسم لاحمد حمودي، احمد ولكن ترجع مرة تانية لحارس المرمى. يعني كل بدلاء النادي الأهلي أفكركم بيهم بقى سريعا، عاصم سليم لسه هو طبعا الوحيد الحارس اللي ما لعبش، ما زال علي لطفي في أرضية الملعب،
احمد حمودي نزل، حسين الشحات يعني انا بدور عليه ولكن اعتقد نزل فعلا حسين الشحات، احمد علاء، محمد شريف، هناك ايضا رقم 40 مصطفى الياس بيلعب ناحيه الشمال، رقم 40 يوسف علاء، باسم علي نزل، مروان محسن، محمد نجيب، يعني كل بدلاء النادي الاهلي نزلوا في لقاء النهارده ما عدا حارس المرمى عاصم سليم. مره ثانيه محاولات، باتشي نيجيري يسلم على طول لشريف في نص الملعب، محاولات لباسم والضغط الباسم مع احمد حمودي، ضغط ثنائي ولكن بتطول شويه وترجع مره ثانيه. مره ثانيه محاولات، استلام للخلف للاعبي جمهوريه شبين وضغط متقدم لمحمد شريف ولكن ترجع مره ثانيه. محاولات لتخفيف الضغط من لاعبي جمهوريه شبين ولكن بيقابلها ضغط ايضا من لاعبي النادي الاهلي، من تمان في كل مكان في نص ملعب جمهوريه شبين. لاسارتي واقف على خط التماس ما زال لاهميه اللقاء الناحيه العكسيه، ولكن على طول مره ثانيه مصطفى الياس لاعب فريق 2000 بيرجعها لعلي لطفي الظهير الايسر للنادي الاهلي في الشوط الثاني. هتقول لي يعني مصطفى الياس، هتقول لي ايضا عربي بدر، هل في توجهات في اداره النادي؟ طبعا بالدفع بناشئي النادي الاهلي ايضا واعطاهم الخبره في المباريات الوديه للدفع فيهم في المباريات الرسميه، هي سمه مميزه دائما وابدا للنادي الاهلي. زمان لو افتكرنا ايام هيدوكوتي المجري في السبعينات والثمانينات، يعني كان فريق كامل من ناشئي النادي الاهلي اتقدموا وقدمهم هيدوكوتي ثم كالوتشاي المجري اللي جه بعديه واللي فاز باول بطوله افريقيه عام 82 للنادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى يونس والكابتن مصطفى عبده والكابتن اكرامي وايضا كابتن ثابت البطل رحمه الله. وطبعا لو اتكلمنا بقى يعني، وطبعا النهارده بالصدفه النهارده يعني صاحب البطوله الاولانيه الكابتن محمود الخطيب وفريق النادي الاهلي، وايضا هو رئيس النادي الاهلي الان وهو اللي بيقود النادي الاهلي في طبعا دوري ابطال افريقيا البطوله المحببه للنادي الاهلي اللي هي طبعا 8 مرات فوز بالبطوله ان شاء الله تكون التاسعه. النادي الاهلي خسر بطولتين في النهائي واخيرها امام الترجي ولكن لظروف صعبه، يعني حصلت الوداد المغربي اللي قبليها، يعني امور كانت غير طبيعيه في المواجهات اللي هي مع الشمال الافريقي. طبعا ادي على طول مره ثانيه الشمال العربي، التسديده مروان محسن بيبحث عن اسعاد الجماهير، وادي العرضيه مروان مره ثانيه ولكن برافو حارس المرمى على طول الحارس المعار ناشئ الاهلي محمد الغندور. شفنا الهدفين الجميلين لمروان محسن والمباراه المميزه اللي اداها مروان محسن وقدم نفسه في صوره جيده جدا ايضا للمنتخب القومي. نبارك لفريق 2001 حصوله على الدوري العام ايضا، وعندهم ماتش او مباراه مع الزمالك يوم الثلاثاء القادم متذاعه على قناه الاهلي ان شاء الله من ملعب الاشبال مع كابتن اسامه حسني ومع ملاها استوديو. تمنياتي بالتوفيق لكل طبعا مدربي اشبال النادي الاهلي، نتمنى كده عوده بقى القطاع بالكامل، نتمنى صناعه النجوم. يعني لو كلمتني وسالتني كده بالخبره عن مدربي القطاع هقول لك اي مدير فني في القطاع اللي هو واجبه ان هو يصنع لاعب، يطور اداء لاعب، هو ده الاهم عشان تقدمه للفريق الاول. ولكن ايضا تملي بنتكلم وبنقول الفرقه الكبيره هي اللي بتعمل اسم المدرب، كل امكانيات الفنيه لما تبقى متاحه لاي مدرب سواء الاجنبي او المحلي بيقدر ان يفوز طبعا بالبطولات. ادي السمه المميزه والهدف الاستراتيجي للنادي الاهلي هو اللعب على المركز الاول. ادي الاستلام على طول لناحيه اليمين، محاولات، هيلعب العرضيه جمهوريه شبين ولكن اتاخر شويه ولكن هيلعب العرضيه ولكن ارضيه وترسل مره ثانيه وضربه ركنيه لصالح جمهوريه شبين من ناحيه اليمين. حوار موجود في ارضيه الملعب حوالي 30 دقيقة من زمن واحداث الشوط الثاني وتقدم النادي الاهلي بهدف وحيد من ركلة جزاء لصالح جمعة. هذه العرضية وضربة رأس ولكن على طول مروان محسن يقطع ويسلم على طول على حدود منطقة الجزاء ولكن تشتيت من الظهير الايسر مصطفى الياس، يلعب على طول مرة ثانية الأمامية الطويلة ولكن أطول من اللازم، متأخر شوية
ولكن محاولات حسين الشحات بتصل على طول مرة تانية لحارس المرمى محمد الغندور، حارس مرمى جمهورية شبين المعار أحد ناشئي نادي الأهلي. ترجع مرة تانية على طول لمحمد الغندور. لو اتكلمنا بقى على الجيل الأول، جيل فاز بدوري أبطال أفريقيا مع الكابتن محمود الخطيب، يعني حدث ولا حرج من نجوم ايه، مش عايز اقول لكم يعني نجوم الزمن الجميل. وعلى رأسهم او نبتدي من حراسة المرمى كده افكركم ببعض الاسماء ان شاء الله وان لم تخن الذاكرة، ولكن نشوف الهجمة الاول. ادي على طول الانطلاقة وبتصل مرة تانية على طول لجمهورية شبين لناحية الشمال، ولكن مقطوعة لباسم علي. ترتد الهجمة على طول للنادي الاهلي، محاولات للنادي الاهلي لاضافه هدف ثاني، ولا الاتراكه ولا الانفراد، واراها وبرافو في توقيت مناسب جدا على طول محمد الغندور حارس المرمى الصغير واحد ناشئي النادي الاهلي المعار لجمهوريه شبين. كان بقى الكابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل رحمه الله، كابتن شوبير، بقى خد بقى كده خط الدفاع، يعني مجموعه بقى كابتن مصطفى يونس، كابتن ماهر همام، كابتن حازم خالد، كابتن يعني مدحت رمضان، ربيع ياسين، عادل محمود، في كمان في نص الملعب بقى كوكبه من النجوم للنادي الاهلي في وسط الملعب. هتلاقي في وسط الملعب بقى كابتن صفوت عبد الحليم، كابتن محسن صالح، يعني كابتن خالد جدلة، مجدي عبد الغني، مجدي امام، في نص الملعب كابتن محمود مختار محمد عامر، وفي المقدمه بقى نجوم كبار على راسهم كابتن محمود الخطيب نجم الهجوم. وادي الاماميه الطويله ولكن لسه في الملعب، وادي الهجمه على طول مره ثانيه ولكن مقطوعه من جمهوريه شبين. ايضا محمد عباس النجم الاسمراني احد نجوم النادي الاهلي ايضا كان في هذا الجيل. مجدي درويش، زكريا ناصف، يعني كوكبه من النجوم في الجيل الذهبي. واول بطوله افريقيه كانت عام 82 بقياده نجمنا ورئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. هذه السلام على طول مره ثانيه توصل على طول لجمهوريه شبين، يلعب على طول في وسط الملعب، محاولات ولكن مقطوعه لمصطفى الياس، ولكن مقطوعه لعربي اللي بيقدم نفسه النهارده لجماهير النادي الاهلي. اداء متزن في وسط الملعب، مجهود كبير، وهذا الانطلاقه احمد حمودي والفاول. ادي حمودي صاحب الاختراق الجميل وعدى بمهاره، ولكن دفاع حديدي من جمهوريه شبين بيديله الافضليه، ولكن بفاول ممكن يستغله النادي الاهلي في احراز هدف. ادي بنشوفها في العاده، وادي فاول، وادي في تبديل قادم ايضا لجمهوريه شبين. بدلاء كتير هنا وبدلاء كتير هنا، ولكن هي افاده من هذا اللقاء اللي بيجمع اهميه كبيره جدا. طبعا ده من مواليد 99، رقم 88 مصطفى شلبي. مصطفى شلبي هيخرج رقم 11 من جمهوريه شبين، ونزول مصطفى شلبي. وادي الفاول احمد حمودي ومع احمد فتحي، ولكن احمد حمودي هيجرب وعملها، ولكن على حارس المرمى على طول يمسكها بسهوله حارس مرمى شبين محمد الغندور. مرة ثانية رامي تماس، ترجع للخلف على طول محمد نجيب، محمد يلعب على طول لحسين الشحات اللي واخد الجنب الشمال دلوقتي. حسين يسلم على طول عربي، يلعبها أمامية طويلة ولكن أطول من اللازم ومن مروان محسن، وضربة مرمى لسارتي وتفكيرات عميقة. خدوا بالكم المدير الفني أوقات في النادي الأهلي بيبقى محتار، هو شايف إن في عنده دلوقتي البدلاء رجعوا، وكابتن سمير كمونة أيضا المدير الفني جمهورية شبين مش بديل طبعا، ولكنه هو المدير الفني اللي ظهر أمامنا. وأيضا بالنسبة للاسارتي بيفكر ويعني يستفيد من مين ويركز على مين، لأن الفترة دي خدوا بالكم فترة الثمان أيام دي أو الأسبوع ده كلها تحضيرات، تحضيرات بقى في الفكر، تحضيرات في المراكز، تحضيرات في قراءة المباراة، تحضيرات في قراءة فريق المنافس اللي هو العنيد اللي هو متصدر الدوري حتى الآن الزمالك بفرق نقطتين. كل دي خدوا بالكم تفكيرات للمدير الفني لاسارتي ومحمد يوسف وباقي الجهاز الفني، ان هم
ازاي هستفيد او هقدر استفيد من اي لاعب. ادي بنشوف العاده احمد فتحي والتحام قوي، وادي 37 ايضا مواليد 99 محمود مقلد هو اللي نازل. يعني انا شايف فاضل واحد او اثنين هم اللي فاضلين بس عند الكابتن يعني سمير كمونه، بيحاول ان هو يقدم اكتر من لاعب، بيحاول ان يشرك اكتر من لاعب في مباراه النهارده. مباراه النهارده طبعا بتبقى ذكرى جيده ومميزه، وخاصه طبعا النادي الاهلي بطل افريقيا في الوقت الحالي والوقت السابق، وايضا جمهوريه شبين لانه في الممتاز به يحتل المركز السابع. اخر مبارياته تعادل مع نادي الترسانه، مباراته القادمه مع الشمس في الشمس. ادي الانطلاق على طول لباسم، ليه على طول عربي يسلم على طول مره ثانيه احمد فتحي. احمد من لمسه واحده على طول، احمد فتحي يسلم على طول لنجيب من لمسه واحده ولكن مقطوعه، مساحات ضيقه وكثافه عدديه بتدي الافضليه لجمهوريه شبين، فقطعوا الكوره وبتصل مره ثانيه ناحيه اليمين، ولكن ضغط من لعيب النادي الاهلي محمد نجيب. محمد يقطع، محمد نجيب محاولات الوصول للكره، محمد يقطعها ويفوتها بذكاء وبترجع مره ثانيه ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه لمحمد شريف. محمد يلعب على طول مروان محسن، هيلعب العرضيه لمين؟ العرضيه استنى شويه، ولكن يلعب العرضيه وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. لو كمل بدري شويه حمودي وضم شويه كان ممكن مروان يقدر يلعبها له، ولكن بص مروان يعني واضطر ان هو ينتظر شويه، ولكن زي ما نشوف ادي الاعاده، والاعاده افاده محمد شريف وانطلاقه على طول لمروان محسن من خلف المدافعين، ولكن بيبص وشاف واتعذر والعرضيه، ولكن برافو ادي الحارس الناشئ للنادي الاهلي وجمهوريه شبين المعار لجمهوريه شبين ينقذ مرمى من كوره خطيره محمد الغندور. مره ثانيه باسم لاحمد فتحي ناحيه الشمال حلوه، ولكن احمد علاء يراها، احمد يلعبها على طول ولكن مقطوعه، ترجع مره ثانيه محاولات في وسط الملعب، ترجع مره ثانيه لجمهوريه شبين، محاولات لجمهوريه شبين لتهدئه الامور والحفاظ على الكوره، مع محاولات الضغط على طول للعربي، مجهود كبير في نص الملعب، ولكن خبره ايضا بعض لاعبي جمهوريه شبين خلاص بيلعبوا على المساحات لاجهاد لاعبي النادي الاهلي، ولكن ترجع في نص الملعب على طول عربي، يرد عربي على طول لحمودي، على طول شريف مفيش تسلل، يلعبها حلوه لو خدها وراح تفرق معاه كتير، ولكن فضل حمودي وتدخل العربي وبتصل مره ثانيه لشريف، عدى مهاره هيلعب العرضيه، العرضيه جوه الجول، شريف ولكن على طول هدف جميل وانطلاقه جميله على طول عملها حلوه. ادي مروان محسن، ولكن اعتقد الهدف لشريف فعلا على طول انطلاقاته في المساحه الفاضيه، عدى بمهاره وبص على طول على الزاويه البعيده وبيحطها في القائم الايمن ترتد داخل المرمى محرزا الهدف الثاني الجميل لمحمد شريف. ادي على طول بنشوف العاده، وادي الانطلاقه عدى بمهاره وسرعه وعملها حلوه في الزاويه البعيده، وهدف ثاني على طول للنادي الاهلي صناعه محمد شريف. تقدم النادي الاهلي بهدفين لصالح جمعه ومحمد شريف. صالح جمعه ومحمد شريف في الدقيقة 38 دقيقة من زمن احداث الشوط الثاني، وفي اللعب وتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء حتى الان، لكن مباراة استفاد منها النادي الاهلي. ادي محمد شريف امامنا، السلام على طول مرة ثانية، محاولات لجمهورية شبين والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء حتى الان، لكن افادة واستفادة لكلا الفريقين في مباراة النهاردة، لكل اللاعبين والبدلاء استفادوا طبعا من جمهورية شبين من خبرة لاعبي النادي الاهلي، واستفاد النادي الاهلي ايضا من التجربة القوية قبل لقاء القمة المرتقب بين الاهلي والزمالك يوم 30 مارس القادم ان شاء الله. تمنياتي بالتوفيق والفوز لنجومنا الكبار في اللقاء اللي هو المرتقب طبعا في فارق نقطتين، يعني الفوز يتصدر النادي الاهلي لاول مره البطوله ان شاء الله. غاب النادي الاهلي طوال الموسم طبعا على المشاركات
عشان المشاركات والمؤجلات، المشاركات طبعا العربية في البطولة العربية، وأيضا المشاركات في دوري أبطال أفريقيا، مشوار وماراثون كبير ومجهود كبير، زائد بقى طبعا مناسبات المنتخب القومي. تمنياتنا لمنتخبنا أيضا بالتوفيق إن شاء الله في مباراة النيجر، المباراة الودية يوم 23 مارس. هذا الانطلاق على طول مرة تانية، حسين الشحات يلعب على طول مرة تانية، أحمد حمودي مفيش مساحة وبتطلع ورامي التماس. أيضا تمنياتي لمنتخبنا الأولمبي رقم 13 هينزل حسن جمعة، أعتقد كده فاضل اثنين من بدلاء دول اللي موجودين عندي، هم اللي ما نزلوش يمكن، أو شفنا طبعا في الكادر الكابتن أحمد فوزي. تمنياتي ليه بالتوفيق إن شاء الله. رمي التماس لجمهورية شبين، زي ما قلت لحضراتكم التجربة هي مفيدة جدا لكلا الفريقين في مشوار جمهورية شبين في الممتاز به، وأيضا في مشوار بقى النادي الأهلي في اللقاء المرتقب القادم إن شاء الله. محمد نجيب اتأخر شوية وابتصل على طول مرة تانية ناحية اليمين، محاولات لجمهورية شبين والتقدم للنادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن. هذه الانطلاقة وهذه العرضية فين، ولكن ترجع مرة تانية، محاولات لجمهورية شبين ولكن تراجع لاعبي النادي الأهلي، وهذه العرضية بدون عنوان وضربة مرمى على طول لصالح النادي الأهلي. مرة تانية محاولات تقدم على طول النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. محمد نجيب لعلي لطفي لأحمد علاء، مرة تانية أحمد فتحي، فتحي، وأخيرا أخيرا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مع صفارة حكم اللقاء عاطف حسين منهيا أحداث هذا اللقاء الودي الهام للنادي الأهلي مع جمهورية شبين، وفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما صالح جمعة في الدقيقة 32 ومحمد شريف في الدقيقة 38. يعني مباراة استفاد منها، أدي بنشوف العادة الهدف الجميل اللي أحرزه محمد شريف، وأيضا الهدف الجميل اللي أيضا من محمد شريف في الزاوية البعيدة، وكان هناك هدف آخر من ركلة جزاء لصالح جمعة في الدقيقة 32، وهدف في الدقيقة 38 من محمد شريف في لقاء طبعا الجميع ترقب منهم ولاسارتي والاستفادة من كل الناس العائدين في اللقاء للاستفادة منهم في اللقاء المرتقب، لقاء الأهلي والزمالك القادم. زي ما قلت لحضراتكم ادي كل طبعا بيسلم على بعضه في روح رياضية. مروان محسن